أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة تظل القضية الفلسطينية موضوعا مثيرا للاهتمام في العالم العربي والغربي، لكن ماذا عن إيران؟ محور الممانعة والمقاومة الذي رفع لافتة القضية الفلسطينية وتحرير القدس طيلة سنوات خلت تمكن خلالها من السيطرة على بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء، وأسس جماعات لخدمة مشروع ولاية الفقيه الإيراني. هل كذبت الشعارات أم أن إيران تخلت عن هذه القضية مقابل مكاسب أخرى، خصوصا إذا أخذنا بالاعتبار القرار الفجائي برفع العقوبات عن إيران في هذا التوقيت؟ هل تأخر إيران وحلفائها في تقديم الدعم الفعلي للفلسطينيين، أم أن طوفان الأقصى أحرجهم جميعا؟ وهو مستقبل القضية الفلسطينية في الخطاب الإيراني بعد هذا الانكشاف؟ وإلى متى ستستمر دوافع إيران في الهيمنة على العمق العربي تحت لافتة تحرير القدس؟ دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. لا نخجل إن سقط لنا شهداء في اليمن. نحن يثير الدور الذي يلعبه حزب الله ومحور الممانعة في الشرق الأوسط العديد من الأسئلة والتساؤلات في ضوء الأحداث الأخيرة في قطاع غزة. طهران ومن خلفها حلفاؤها ممن رفعوا راية المقاومة ضد إسرائيل طيلة سنوات، يبدو أنها ليست أكثر من مشروع يختزل في حقيقته أهدافاً غير معلنة تتمثل في خدمة مشروع ولاية الفقيه الإيراني. مؤخراً أثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني حول عدم تدخل إيران إلا في حال تضرر مصالحها تساؤلات حول حقيقة الأهداف الإيرانية في المنطقة. هل القضية الفلسطينية كانت مجرد غطاء لهيمنة إيران على المنطقة وورقة في مساوماتها مع الغرب؟ تساؤلات أثيرت مجدداً بالتزامن مع رفع العقوبات عن إيران في هذا التوقيت الذي جاء بالتوازي مع الحرب الجارية على غزة. خلال عقد مضى أظهر المحور دوافع واستراتيجيات تتجاوز الحدود الفلسطينية مستهدفاً العمق العربي والسعي للسيطرة على العواصم العربية كما حدث في دمشق وبغداد وبيروت وأخيراً العاصمة صنعاء. تعيش فلسطين حرب إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما يبدو الموقف الإيراني أقل من المتوقع إذا حدث وجد صداه في أفئدة الشعوب العربية والعالم وجرى التعبير عنه بمسيرات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني. غير أن الأنظمة التي رفعت طويلاً شعار القدس يبدو أنها تجني اليوم ثمن ذلك دون أن تقدم شيئاً في نصرة القدس أو الشعب الفلسطيني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفنا خلال هذه الحلقة من المساء اليمني هنا في الاستوديو. معنا الدكتور ناصر الطويل أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور ناصر. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك. وسيكون معنا عبر سكايب الأستاذ وجدان عبد الرحمن الباحث المختص في الشأن الإيراني. مساء الخير أستاذ وجدان. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك. وسينضم معنا لاحقا الأستاذ رضوان الخطابي الباحث السياسي، فأهلا بكم جميعا. أبدأ من عندك دكتور ناصر. محور الممانعة الإيراني الذي ظل يعني يكسر رؤوسنا بموضوع الممانعة وبأنهم هم المقاومة الوحيدين لإسرائيل، اليوم تستهدف قطاع غزة أو هذا الاستهداف كشف لنا جميعا زيف وحقيقة هذه الشعارات التي كنا نعلمها ولكن يعني خبرناها بالواقع، ما تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا أقول أنه هذه اللحظة هي لحظة فارقة، لحظة موجعة، لحظة مؤلمة، ولذلك ليس هذا وقت المحاكمة، يعني هذا الوقت وقت الاصطفاف حول يعني أبطال غزة. محور المقاومة الآمال منه كبيرة، الآمال حوله كبيرة، لكن ما زالت الفرصة أيضا كبيرة. اليوم نحتاج الأمة الإسلامية كلها أن تتوحد، يعني مثلما الغرب يجتمع على قلب رجل واحد، على كلمة واحدة، نريد العالم الإسلامي بجناحيه أن يجتمع على قلب رجل واحد. اليوم ما الذي يجعله متأخرا حتى اليوم؟ يعني المدة ليست بقليلة حتى نقول ما زالوا يدرسوا الوضع، يعني ما زال هناك فرصة، يعني هناك أمل، يعني توقعات كبيرة من محور المقاومة لعدة أسباب، يعني ربما أكثر من غيره. أولا أنه يعني اتخذ القضية الفلسطينية شعار، يعني منذ يعني الثورة الخمينية وحتى اليوم، يعني وكل
يعني وشعارات إيران وأدرعها دائما تتحدث على القضية الفلسطينية وعلى القدس، وأيضا وهذا هو العامل الثاني أنه يعني شكل تشكيلات عسكرية الهدف منها تحرير فلسطين مثل فيلق القدس يعني وغيره. ماذا يعملون إذن؟ العامل الثالث لو تركت لي شوية أنه في أذرع، الأذرع التي تبع إيران لها مساحة أكثر من الدول، يعني الدول لديها قيود دولية ودخولها في الحرب يعني غالبا بيكون يعني ربما هو الخطوة الأخيرة التي تكون أمام العالم الإسلامي أن يعني تنخرط الدول في 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 هذه الحرب الظالمة، يعني دفاعا عن المظلومين في 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 غزة وفلسطين. الجماعات اللي هي في في محور المقاومة لديها هامش أكثر، يعني لديها قدرة على الإضرار بأهداف إسرائيل والأطراف الداعمة لإسرائيل دون أن تكون عليها تبعات، يعني زي ما يعني مثل ما هو تبعات على الدول بشكل يعني مباشر. ثم أنه الانقسام الذي حدث في الأمة الإسلامية كان واحد من شعاراته هو فلسطين، وأخيرا وربما ليس آخرا أنه إذا لم يحدث التدخل اليوم فمتى سيحدث التدخل. أنا لا أقول أنه لسنا في سياق يعني التجاذب حول هذا الموضوع، لسنا في سياق رمي يعني المسؤولية يعني بين 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 المختلف الأطراف في العالم الإسلامي. اليوم ينبغي أن نكون على قلب رجل واحد، طهران والرياض وأنقرة والقاهرة وصنعاء وعدن وكل المكونات ينبغي أن تتحد في هذه المرحلة. ينبغي أن نتجاوز الانقسامات والحساسيات والخلافات والأزمات اللي هي موجودة في العالم الإسلامي. اليوم العالم الغربي يجتمع على قلب رجل واحد بقيادة يعني الرئيس الأمريكي، يعني وكأنها يعني حرب دينية من جديد. اليوم اليوم غزة تباد، يعني هذا يعني كرامة الأمة الإسلامية اليوم يعني تنتهك بشكل واضح. كل شهيد في غزة هو يعني ثلب في كرامتنا وفي عزتنا وفي مستقبل وفي حاضرنا وفي مستقبلنا. يعني لا يعني لا نتمنى أن يحدث هذا التجاذب بين المقاومة وغير المقاومة، يعني لازل الأمل يعني قائم على كل المكونات. وفي الأخير يعني أنا يعني أنظر أنه هذه الحرب ما زالت منفتحة على عدد كبير من التحولات، ولن تنضم فقط يعني محور المقاومة فيها، يعني إذا استمر الصلف الصهيوني أنا أتوقع أنه يعني كثير من الدول العالم الإسلامي ستنخرط يعني في هذه الحرب، يعني لا أو أنه الشعوب تثار ويحدث تغير واسع في المنطقة. نعم، إذن دعني أخذ رأي الأستاذ وجدان. أستاذ وجدان، برأيك وكونك مختص في الشأن الإيراني، ما الذي تنتظره إيران وعملاؤها الإقليميون في إسناد غزة اليوم وهم من يتخذون شعار القدس واستعادة القدس شعارا لهم؟ تحياتي لك أستاذة آسيا ولمتابعيك الكرام وضيفك الكريم. لا ننسى أن النظام الإيراني منذ بداية الثورة وهو أتى بشعار إصدار الثورة إلى خارج الحدود، وكلنا نعرف ماذا حدث من هذا الشعار، ومن أهم ما هو أن الوصول إلى القدس عبر كربلاء كما كانوا يدعون. ولكن شاهدنا أنه بعد سقوط بغداد وسقوط دمشق وسقوط صنعاء ولبنان ومجاورة إيران الحدود الإسرائيلية من لبنان إلى سوريا وأيضا حتى في الداخل الإسرائيلي حيث توجد هناك غزة والميليشيات التي تدعمها إيران وفصائل أخرى مثل الجهاد الإسلامي وحماس، بمعنى أن إيران أصبحت داخل قلب إسرائيل. إذا بالفعل هي كانت لديها نية تحرير القدس أو دعم المستضعفين كما يدعي الخميني، لكن المعروف من السياسة الإيرانية وأيضا التقية لدى المذهب الشيعي، وهذه هي التغية بالأساس أتت من العقلية الفارسية من ثم دخلت إلى المذهب الشيعي لدى الإيرانيين، ما يظهرونه يختلف تماما عن باطن ما يؤمنون به. إيران لديها مشروع قومي توسعي واستراتيجي وصولا إلى الشرق إلى البحر الأبيض المتوسط، فهذا المشروع لا يمكن تحقيقه إلا من أن تكون هنالك ذريعة باسم القدس ودعم المقاومة والقضية الفلسطينية.
إذن إيران تستخدم موضوع القضية الفلسطينية وأيضا موضوع القضية الإسلامية وموضوع دعم المستضعفين هو لمشروعها قومي، وأيضا حتى تستخدم المشروع الطائفي والمشروع الديني باعتبارها أنه تدعم كل الأطراف سنة وشيعة. كل هذه الأمور تستخدمها إلى مشروعها القومي، وليس كما هو يدعي النظام الإيراني دعما للمقاومة الفلسطينية. إذن هذه الشعارات الرنانة التي قام بها وما زال النظام الإيراني في هذا المجال، ممكن في البدايات كان ينطلي على حتى بعض الدول العربية، وأيضا هذا ما شاهدناه في حرب 2006، شاهدنا هنالك تعاطف عربي من قبل الشعوب وأيضا الدول العربية لما حدث في لبنان وحرب إسرائيل مع حزب الله اللبناني. لكن ما نشهده اليوم رغم المجازر الكبيرة التي بدأت تحدث في غزة والضحايا، يعني العدد الكبير من الضحايا، لم نشهد هذا التفاعل لا عربيا على المستوى الذي حصل ولا أيضا من قبل حكومات، لأنهم وجدوا بأن مشروع المقاومة هو أتى من تدمير الفلسطينيين، وأيضا هو من مزق القضية الفلسطينية، وهو من جعل فلسطين إلى قسمين، ضفة غربية وإلى غزة، بسبب هذه الشعارات التي أتى بها محور المقاومة والممانعة. ليس هذا فحسب، وإنما إيران أيضا إن شاء الله ليس هذا فحسب، وإنما هنالك أيضا مشاريع أخرى يمكن التطرق عليها خلال الحوار. إذن أذهب إلى ضيفنا الأستاذ رضوان الخطابي الباحث السياسي والذي سيكون معنا أيضا عبر سكايب. مساء الخير أستاذ رضوان. مساء النور، أهلا أستاذة آسيا. أهلا بك أستاذ رضوان. يجد الأستاذ وجدان أن إيران فقط تتخذ القضية الفلسطينية وتستخدم هذا الشعار لأجل مشروعها القومي، بينما الدكتور ناصر الطويل يقول يفترض أن نضع كل هذه الخلافات جانبا، وكما توحد الغرب بكلمة واحدة لدعم إسرائيل يفترض أن تتوحد الدول الإسلامية بكلمة واحدة لدعم فلسطين. ما قولك بين هذين الرأيين؟ أهلا بك وبضيوفك الأعزاء وبالمشاهدين الأكارم. طبعا دائما ما تستخدم إيران وفصائلها في المنطقة القضية الفلسطينية لكي يعني تزيد من سيطرتها في المنطقة، فنرى توسعها في العراق وفي سوريا وفي اليمن، ويعني تحت لافتة نصرة القضايا الإسلامية ونصرة القضية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فعندما أتى وقت الجد وبدأت الحرب بشراسة في فلسطين في غزة، نرى أن إيران وميليشياتها في المنطقة بدأت تلجأ للأعذار. تارة تظهر مثلا ميليشيا الحوثي وتقول نحن لسنا على مقربة من غزة، وتارة ميليشياتها في سوريا تحتفظ بحق الرد كما عهدناها، وتطالب بممرات آمنة إلى فلسطين عبر بعض الدول العربية، بينما إيران يوجد لها ممر إلى فلسطين تحت سيطرتها من إيران إلى فلسطين المحتلة مرورا بالعراق وسوريا وكذلك لبنان. لم نرى هذه الأعذار تتخذها إيران وميليشياتها عندما ذهبوا لقتل الشعب السوري. رأينا الميليشيات الإيرانية تأتي من أفغانستان، من العراق، من لبنان ومن كل مكان، ولم يتعذروا ببعد الحدود. كذلك عندما أرسلوا الخبراء إلى هذه الدول وإلى اليمن وغيرها كذلك لم يتعذروا بالحدود، بينما عندما أتت المسألة إلى نصرة القضية الفلسطينية رأينا أنهم بدأوا يلجأوا إلى مثل هذه الأعذار. وما بالنسبة لما طرحتي بوحدة الأمة الإسلامية واتجاه القضية، هذا ما يطلبه كل مسلم، لكن كيف لي أن أطلب من أبناء سوريا مثلا أو أبناء العراق أو أبناء اليمن أنه توحدوا مع هؤلاء من أجل نصرة قضية فلسطين؟ سيجيبني مثلا ابن حلب أو ابن إدلب أو ابن تعز أو ابن مارب
دعوا ميليشيا إيران ترفع سلاحها عنا حتى نتفق. أما أنه نأتي تحت الشعارات الرنانة دون أن نجد خطوات واضحة على أرض الواقع، أنا أرى أنها يعني نتكلم في الهواء ولا يوجد أي شيء ملموس على الأرض. اليوم نتكلم عن قصف لميليشيا الحوثي داخل الدنيا اليمنية وكذلك داخل سوريا. يعني الآن هذه المعركة في فلسطين أثبتت مدى كذب إيران وميليشياتها بنصرتها لهذه القضية. نعم، إذن بالعودة إليك دكتور ناصر، لو تساءلنا حول دلالات رفع العقوبات عن إيران في هذا التوقيت بالتزامن مع القصف والقتل الحاصل لغزة، هل تعتقد أن هناك حدثت مساومة؟ لا شك يعني الغرب يريد أن يحيد إيران يعني ويحيد هذا المحور يعني بالكامل. يعني الغرب يريد أن يعني الوجود الأمريكي في المنطقة أصلا والبارجة الأمريكية هي لتحييد أي طرف يريد أن يتدخل يعني في هذه الحرب، ويريد أن يستفردوا بغزة وأهل يعني غزة. أنا لا أقول أنه الناس يتوحدون في اليمن وفي سوريا، حول نقول أنه نجمد القضايا الخلافية. اليوم الأمة كلها في مرحلة فارقة يعني. لكن اسمح لي دكتور عند هذه النقطة، هم لم يجمدوا يعني في اللحظة التي تقصف فيها غزة، نعلم كيف تباد إدلب ولو أن الإعلام لا يسلط الضوء بشكل كبير عليها، نعلم كيف أن كل يوم يسقط يعني قتيل أو اثنين في تعز بسبب القصف من قبل ميليشيا الحوثي. فهم عمليا لم يحددوا هدفهم إلا باتجاه الدول الإسلامية والمستضعفة. عوضا عن أنا أريد أن نحشد الخطابنا الإعلامي وجهودنا السياسية وجهودنا حتى العسكرية وجهودنا خلف المقاومة خلف غزة. محور المقاومة وإيران وأذرعها أمام خيارين، إما أن تشارك في هذه الحرب مشاركة فاعلة، وفي هذه الحالة سيتغير الميزان وتغير المزاج العام وهم يعني سيكونون أكثر المستفيدين من هذا الجانب، أو أنها لا تشارك وبالتالي تتحول إلى يعني تظهر حقيقتها والناس يعرفون أنها خنجر يعني في ظهر هذه الأمة، وإنما تعده يعني إلا يعني لتمزيق هذه الأمة والاستهداف مقدراتها ومقوماتها. لا أريد أنه في هذه اللحظة الحرجة أن نركز على قضايا الخلافية في هذه المرحلة. اليوم يعني وفقا لبعض تقارير إعلامية نتنياهو يعني دعا إلى تسليح المستوطنين في إسرائيل، وبيقول أنه تم التوافق على ساعة الصفر لاجتياح غزة. هذه الساعة هذه اللحظة الفارقة لا تريد أن نتوقف عند الخلافات. إن شاءت إيران وأذرع إيران والمنطقة أن تتدخل فهذا شرف لها وستخفف عن حماس وسنحترمها في هذه الحالة. يعني أنا سأحترم الحوثيين إذا تدخلوا في هذه الحرب، وسأحترم حزب الله إذا تدخل في هذه الحرب، وسأحترم إيران إذا تدخلت في هذه الحرب، لكن إذا لم يتدخل لن نقف عندهم يعني، وهم ليست نهاية الأمر بيدهم. إذا لم تتدخل يعني لا حزب الله ولا الحوثيين ولا أذرع إيران في المنطقة، أول من سيحرقهم هم وأول طرف خاسر يعني وسيكشفون للأمة. لا نريد أن نتوقف في هذه المرحلة يعني عند الانقسامات، هذه المرحلة مرحلة جامعة، هذه المرحلة إن لم يعني نتغاضى ونجمد الخلافات على الأقل في الإعلام وعلى الأقل كذا من أراد يعني. للأسف دكتور ما يحدث الآن أن الدول لا تحسبها بهذا الحساب الوطني أو القومي، هي تحسبها الآن حساب مصالح. هناك دول مطبعة مع إسرائيل ورأينا كيف خرجوا بتصريحات تجرم ما قامت به حماس، وهناك دول آثرت السكوت، وهناك دول يعني كل دولة تبحث عن مصالحها فقط. لا أظن ذلك يعني، أنا في تقديري أنه الجانب الرسمي العربي متقدم خلافا لكل جولة من جولات الصراع. أريد أن أذكر بشيء، أنه حالة الأمريكا هي في حالة شبيهة بما جرى في أحداث 11 سبتمبر، في حالة من الهيجان، والرئيس الأمريكي بيقول أنه يعني قلوبهم متفطرة يعني. هذا الهيجان الأمريكي انعكس في وجود عسكري، وانعكس في حالة الضغط اللي مورست على قطر، حالة الضغط اللي تمارس على الدول العربية. الموقف الرسمي العربي في تقديري أنه يعني موقف يعني لا بأس به. الآن ينبغي أنه نبحث عن يعني ما يمكن أن نعزز به المقاومة. الآن ينبغي علماء الدين إذا ما صح نتنياهو أنه دعا لعسكرة يعني لتسليح المستوطنين، عليها أن تصدر اليوم فتوى للجهاد وللحرب للفلسطين، وأن تستبيح كل طرف يعني مرتبط بإسرائيل ويدعم إسرائيل.
وعلى الشعوب العربية أن تنزل إلى الشوارع، وعلى الشعوب العربية المجاورة لفلسطين أن تتجه إلى الحدود. هذه المرحلة مرحلة فاصلة، ليست مرحلة خلافات. يعني سنحاكم يعني محور المقاومة عندما تنتهي الحرب، سواء شارك ولا ما شارك، والشعب سيحاكم الأنظمة السياسية عندما تنتهي الأمر. اليوم ينبغي أن تكون البوصلة باتجاه فلسطين، أن تكون البوصلة باتجاه غزة. لا مكان للخلافات، لا مكان لانتظار من تقدم ومن تأخر. من يريد الشرف عليه أن يتقدم، ومن يريد التخلف يعني الذلة والمهانة والانقسام وسيدفع الثمن. يعني لا أريد، لا يمكن أنه نسمع حوثي في بعد اليوم يعني لا يقوم بأهذ بدور ويقول الموت لإسرائيل، الموت لليهود وإلى آخره. يعني كيف سيتعامل اليمنيين مع مثل هذا الموقف إذا كان الموت لإسرائيل؟ إذا ما زالوا إلى الآن يعني في هذه الفكرة يا دكتور، يعني إلى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ موقف حاسم، على العكس الحوثي يقصف في تعز، بشار يقصف في إدلب، ويعني لا أحد يعني ما زال في فرق. يعني لأننا نريد، ما زال هناك وقت، المعركة ما زالت مفتوحة وهي ممتدة وستشهد تحولات. نعم، يعني إذن يعني ما بزلنا في المنعطف الأساسي في هذه الحرب. يعني هناك فرصة أمام الجميع ليحدد بوصلته من القضية الفلسطينية. يعني أتوقع أنه يعني لن يتخلف طرف عن نصرة هذه القضية لأنه فيها شرف. نعم. وهو الدور قادم عليه. يعني وأنا كنت أريد أن أقول أنه إذا يعني لا قدر الله يعني تم الهجوم على حماس، سيكون حزب الله هو رقم اثنين. يعني فبالتالي بالعكس هي فرصة ذهبية يعني للنيل من إسرائيل، يعني ولتحقيق تغيير ميزان القوى في المنطقة. ولا أظن أن هذا سيفوت يعني على مثل هذا، على أصحاب الأمر في مثل هذه المجموعة. نعم. إذن برأيك أستاذ وجدان، هل ما زالت الفرصة سانحة لأخذ موقف حقيقي من هذه الحرب؟ هل اتضحت الأوراق أو انكشفت، أم أن هناك يعني ما زلنا في المنعطف الأهم لإظهار من سيقف مع القضية الفلسطينية ومن يتخاذل؟ لا ننسى أن الدول العربية منذ 48 وحتى اليوم لم تتخلى من القضية الفلسطينية على الإطلاق، وكل الدعم العربي كان مشهودا لدعم القضية الفلسطينية. حتى وان اختلفت بعض الدول العربية فيما بينها، لكن حول موضوع القضية الفلسطينية لا يوجد هنالك اختلاف لدى الدول العربية ولا ايضا لدى الشعوب العربية. لكن ما يحصل الان وما نشهده بانه ايران لديها سياسات واستراتيجيات مختلفة. ايران بعد ان احتلت العواصم العربية الاربعة ايضا كانت لديها نوايا لاستهداف المملكة العربية السعودية، بدءا من التحريض في السعودية في الحساء، ثم بعد ما فشلت في هذا المشروع أيضا دخلت من جانب الحوثيين لاستهداف المملكة العربية السعودية. ولكن بعد فشل هذا المشروع والتطور الآن الذي حدث في المملكة العربية السعودية، بدأ يجعل إيران أن تتخذ بعض الأساليب الأخرى لجر المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية إلى معركة لا شأن لهم فيها. الأمر الآخر هو الموضوع الاقتصادي. إيران كانت ضمن الطريق الحريري الذي يمر من الصين إلى الهند ومن ثم باكستان، يدخل إيران ودول عربية. إيران استبعد من هذا المشروع وأصبحت المملكة العربية السعودية تلعب دور أساسي، وأيضا إسرائيل أصبحت ضمن هذا الخط. إيران أصبحت خارج هذه اللعبة، لذلك أنها بحاجة إلى أزمة تغلب الأوراق في هذا الموضوع. الأمر الآخر يعني هي التحالف، يعني اسمح لي أسألك بصورة واضحة، هل تعتقد أن إيران ستتدخل في هذه الحرب أم أنها خلاص حيدت؟ إيران لم تدخل هذه الحرب على الإطلاق، لأنها تعرف حجم الرد الغربي وأيضا الإسرائيلي على إيران. إيران لم تتدخل. إيران كل ما تريده
التصريح الذي أشار إليه الدكتور بأنه تتورط الدول العربية والدول الإسلامية لكي إيران تحتل عواصم عربية أخرى، وهذه السياسة التي تبحث عنها إيران. إيران لا تريد أن يكون هنالك استقرار في الدول العربية، إيران لا تريد أن تكون هنالك تنمية اقتصادية في الدول، إيران لا تريد أن تكون هنالك علاقات للدول العربية واسعة مع مختلف الدول أو حتى التهدئة. حتى في 94 كاد أن تحل القضية الفلسطينية في أوسلو، لكن تدخل إيران السلبي هو من جعل القضية الفلسطينية تستمر إلى يومنا هذا وأن تراق هذه الدماء. إيران لن تتدخل في حرب لصالح العرب ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى، بل العكس، أنه إيران تستخدم الأعداء لتدخل أكثر في الشؤون العربية، والدول العربية أيضا بدأت تعرف هذا الموضوع، ولذلك نشهد هنالك احتياط كبير من قبل الدول العربية رغم أنهم ما زالوا يضغطون. وأيضا التحرك الدبلوماسي والسياسي العربي للتهدئة وحقن الدماء الفلسطينيين أكثر بكثير من إيران التي هي فقط تروج، ولكن إيران استبعد أنها تكف من موضوع التأجيج في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة. أعتقد أنها ستؤجج هذا الموضوع لأنها تريد أن تكون هنالك اضطراب في المنطقة لكي تبعد النار من أراضيها، وهذا الموضوع متوقع بشكل كبير أن تستمر هذه الأزمة للأسف الشديد. نعم، إذا العودة إليك أستاذ رضوان. أستاذ رضوان، يعني برأيك أنت إلى أي مدى يمكن أن تشارك إيران في هذه المعركة منذ القصف المدمر الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني على غزة؟ والأسئلة تدور حول هذه المشاركة. ما نراه الآن هو قصف لإدلب وقصف الحوثي لتعز ومناطق أخرى، فمتى سيكون تدخل إيران إن يعني فكرت بالتدخل؟ أولا دعينا نتطرق لنقطة مهمة، وهي أن هذه الحرب اليوم وضعت إيران ومحورها أمام طريقين لا ثالث لهما. هي إما أن تصدر بشعاراتها التي رأيناها يعني طوال السنوات الماضية منذ قيام الثورة الإيرانية في 79، وتتدخل بالمعركة بشكل مباشر سواء إيران أو ميليشياتها، و تدرك أن هذا سيكون له ثمن ورد قاسي جدا بضرب مصالحها، وليس من مصلحة إيران بناء على مشروعها، لأنها هي إلى الآن من ضمن الرابحين في المنطقة. تشتت وضياع للدول في المنطقة وإحلال مكانها ميليشيات إيران. وأما الطرف الآخر هو يعني الطريق الآخر هو أن تسكت ولا تتدخل، وبهذا ستضرب مصداقية مشروعها أمام الشعوب. ولهذا برأيي أن إيران ستلجأ إلى يعني مناورات، يعني ربما نرى مثلا وقد رأينا مثلا حزب الله يقوم بمناوشات على الحدود، مناوشات نسميها مناوشات أطفال، هي لا ترقى أن تكون حرب بين حزب الله وإيران. إلى اليوم أعلنوا قتل أكثر من 40 عنصر من حزب الله، وهم يحاولون استهداف برج مراقبة أو كاميرات مراقبة، بينما إسرائيل تقوم بدك غزة. فكنا ننتظر مثلا من حزب الله أو من هذه الميليشيات التي تتخذ من يعني الكيان الصهيوني عذر لها في كينونيتها، كنا ننتظر تدخل يعني جاد. كذلك مثلا ميليشيا الحوثي سمعتم قبل أيام ضربها لبعض الصواريخ وما إلى ذلك وتصفيها، يعني ستقوم إيران بمثل هذه عبر ميليشياتها لضرب قاعدة هناك، لضرب مصلحة هناك، لا ترقى ولا لا يعني لا ترقى إلى أن يكون هناك رد قاسي على إيران، بينما سيكون ردود قصيرة أيضا على هذه الميليشيات. ولا يعني لا ننتظر إيران بالدرجة الأولى، وإنما ستظهر مثلا قصف على مواقع الحوثيين في اليمن أو لحزب الله في لبنان أو لميليشيات عراقية يعني. فلهذا يعني تدخلهم لن يكون بذلك التدخل الكبير الذي يشهد تحول
استراتيجي في المعركة. هذا من وجهة نظري، لأن إيران تدرك ذلك جيدا ولا تريد أن تضيع كل ما حصلت عليه عبر هذه السنوات، وتحاول أن تحافظ على ما كسبته من خلال هذه الردود التي قد نشهدها، يعني ردود بسيطة تكون عبر ميليشياتها في المنطقة. نعم، إذن دكتور ناصر، يعني في ظل محاولات أمريكا والغرب في تحييد الدول التي كان يمكن أن يكون لها تأثير في هذه الحرب، أولها إيران، هل يعني تتوقع الاستجابة الكاملة لهذا التحييد، خاصة مع إعطاء كل هذه المغريات، يعني إعلان وقف العقوبات أو رفع العقوبات عن إيران، وكثير من الدول التي تخشى التدخل في مثل هذه المعركة؟ في تصور انه الحرب يعني ما زالت في مبتدأها للاسف الشديد، وهي مقبله على تحولات، ويعني قد تتسع بشكل كبير، ليس التعويل على حزب الله وغيره. انا اتوقع انه دول تشارك، تركيا ربما تشارك، مصر ربما تشارك، عندما تحدث مجازر كبيره في 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 غزه، يعني اما هذه الانظمه انها تتخذ موقف او تسقط انظمه عربيه او يعني انظمه كثيره في 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 المنطقه. نحن امام يعني زلزال كبير يحدث في المنطقه، يعني الرؤساء العرب والملوك العرب هو يحكم، هو ينظر الى موضع قدمه، يعني الى الكرسي الذي يعني يجلس عليه، لن يستمر اذا ما تخاذل امام غزه. المطلوب من حلف الممانعه والمقاومه بالحد الادنى مشاركه حزب الله بمشاركه حقيقيه. اذا شارك حزب الله يعني ليس المطلوب مشاركه ايران، يعني حتى نكون ما يجري على ايران يجري على غيرها، يعني هناك الدول يعني في قيود يعني معينه يعني تحد من مشاركتها الا في ظرف معين، لكن المطلوب هو مشاركة حزب الله كحد أدنى. هناك جماعات كثيرة منتشرة في المنطقة. طيب يعني اسمح لي دكتور، يعني نحن نتحدث عن 7 أكتوبر واليوم تاريخ 25، هل هذه المدة، ما الذي يعني إذا كان لديهم نية بالتدخل، أليست منذ الأيام الأولى، منذ أيام وهج انتصار طوفان الأقصى، منذ تلك اللحظات التي كان يشعر فيها العرب والمسلمون والفلسطينيون أيضا بأن الميلة أصبحت في كفهم، وأنهم كانوا قادرين على صد أي هجوم؟ يعني اليوم تقريبا في خلال 24 ساعة 700 شهيد يسقط تحت ظل قصف عنيف تقوم به الميليشيا. أعتقد أن مجزرة المعمداني كانت كفيلة بقلب الطاولة إن كان هناك من يريد التدخل، ولكن واضح أنهم يعني منسحبين تماما من الموضوع. يعني مثل ما قلت، ربما ساعات الحرج على قدر الله ما زالت قادمة، والظرف الأصعب ربما هو يعني قادم، يعني إذا ما يعني أطلقت العملية البرية ويعني نفذت إسرائيل تهديداتها. يعني لا نريد أن نستعجل، ما زال هناك مساحة لكل الأطراف يعني أن تراجع موقفها من المشاركة الجادة في هذه الحرب للتخفيف على 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 أهل غزة وأبطال غزة. كنت أريد أن أشير فقط إلى أنه ضيفكم في بعض الأحيان يعني يومي بشكل آخر أنه إيران يعني أججت في غزة، وكأنه يعني أنه ما حدث من غزة كأنه عمل غير، يعني ما حدث من غزة هو عمل مخطط من حركة المقاومة، المقاومة الوطنية الفلسطينية. لا أظن أنه إيران لها يعني يد فيها، يعني المنطقة كلها تقف خلف حماس، يعني ليس هناك شرف لطرف معين أنه يقف خلف حماس وخلف المقاومة. أنا أعلم أنه كل الشعوب العربية تساهم، كل واحد بجهده يعني بقدر ما يستطيع، وأنه الأمة الإسلامية تقف يعني بأشكال مختلفة حول المقاومة في فلسطين، وهذه المقاومة هي ذات استقلالية عالية، يعني ليست يد أو ذراع أو أداة بيد إيران أو غيرها، ولو كانت حماس وغيرها يعني نعم بطرف معين كانت يعني من زمان بعت القضية. يعني أنا أريد أن أقول هذا الإعاز أو هذا الإيماء بأنه إيران أججت حما في غزة وتريد أن تحمد الدول العربية في مشكلة ولا تريد أن استقلال، هذا طرح يعني يضر يعني بهذه القضية ولا نقبله. يعني هذه المقاومة اختارت توقيتها واختارت وهي تقوم بعملها وهي قادرة على نعم بحول الله سبحانه وتعالى أن تحقق يعني ما هدفت إليه. نعم، إذن أستاذ وجدان، ما يسمى بمحور الممانعة الذي ثبت نفوذ الإيراني في كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن باعترافهم هم، اليوم يظهر أنه ليس مستعدا لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل تجنب خسارة موافقة واشنطن على بقاء هذا النفوذ، هل تتفق مع هذا الطرح؟ كل التأكيد
إيران والمشروع الممانعة، وهذا المشروع لن يدخل في حرب مع إسرائيل، ويكتفون فقط في موضوع الشعارات وأيضا الوعيد. إسرائيل تستهدف المطارات والمراكز العسكرية السورية وتقتل ضباط وقادة، وما زال نظام بشار الأسد ومجلس النواب السوري يعلن بأنه الوقت ليس لم يحان، لم يكن كافيا أو لم يكن في وقت أن يدخلون بحرب مع إسرائيل. إذن هذه شعارات سمعناها كثيرا ولم يردوا حتى الآن ولن يردوا، لكن موضوع حماس يا دكتور ناصر، باعتراف من إسماعيل هنية بأن إيران هي من ساعدت، وأيضا خالد مشعل أعلنها صراحة من الجزيرة بأن إيران ساهمت وخططت هي وحزب الله مع حماس لهذه العملية. لماذا ينسحبون إذن من المعركة؟ أين هم إذا كان هم أحد الأطراف؟ فلماذا لا يستمرون يعني ليظهروا مواقفهم؟ يعني هل يخططون من تحت الطاولة؟ بكل تأكيد يخططون، لأن إيران لديها مشروع قومي أستاذ آسيا، إيران لديها مشروع قومي في المنطقة، تريد تنفيذ هذا المشروع على حساب العرب، وتستخدم حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله وأيضا الميليشيات العراقية لمشروعها القومي. اليوم الوكالات الأمريكية بوليتيكو أعلنت بأنه 500 مقاتل تم تدريبهم في إيران، وهذه معلومات استخباراتية، لا يمكن، لأن هذه الأخبار تنشر على طيب إذا يعني هل على العرب ألا يتدخلوا في هذه الحرب حتى لا تخلو الفرصة لإيران حسب مخططها؟ يعني ما الذي على العرب إذا، الحكام والشعوب، إذا ما يحدث لغزة؟ العرب تدخلوا وأيضا بدأوا يضغطوا على الدول العربية، وأيضا حتى تراجع سياسات إدارة بايدن فيما يتعلق بموضوع إدخال المساعدات الإنسانية، هي كانت بسبب ضغوط الدول العربية وليس بسبب ضغوط إيران. مجيء غوتيريش على الحدود هي كانت بمساعدة الدول العربية بما فيها الدور المصري الكبير الذي يلعبونه. إسرائيل أرادت تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتطبيق سياسة السيطرة على أراضي غزة، وهذا المشروع العربي هو من أفشل هذا المشروع، وضغطوا على إسرائيل بأن لا يتم تهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم لكي لا يطبق هذا المشروع أيضا على الضفة الغربية. التحرك الدبلوماسي والسياسي العربي الذي نشهده كبير جدا. الدول العربية لا يمكن أن تدخل بحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، الدول تعرف نتيجة الحرب، وعندما تريد أن تدخل بحرب مع شخص يجب عليك أن تعرف قدراتك وقدرات العدو. إيران تفهم هذه اللعبة ولذلك لم تدخل في حرب مع العدو، لأنها تعرف قدرات العدو، لذلك زجت بعملائها الذين اشترت ضمائرهم بالجنط من الملايين من الدولارات، وهم من ورطوا القزاوين والشعب، شعب غزة للأسف الشديد الذي يباد هو بسبب هذه. نعم، لكن بهذا الشكل يا أستاذ، التعريض بالمقاومة، بالتعريض بشرف الأمة، بالتعريض بهذه القضية أمر غير مقبول وأمر مرفوض، خاصة في هذا الظرف الذي تقتل يعني آلاف يعني في غزة، يأتي من يعرض بالمقاومة وبشرف هذه الأمة، هذا أمر غير مقبول. نعم، يعني اسمح لي أستاذ دكتور ناصر، ما رأيك أنت أستاذ رضوان يعني فيما طرحه الأستاذ وجدان؟ أولا تحية من هنا نرسلها لكل مقاوم حر في فلسطين في هذه الأثناء. المقاومة الفلسطينية لم تبدأ مع إيران ولا مع المحور. مقاومة الشعب الفلسطيني للمحتل الإسرائيلي وللصهاينة بدأت حتى من قبل قيام الكيان الصهيوني. و
وأنا لا أتفق مع الأستاذ وجدان بأنه إيران من خططت وإيران من تقوم، وكأن لم يعد للمقاومة الفلسطينية أي قوة. المقاومة الفلسطينية مستمرة منذ 75 عام وأكثر حتى، ربما يعني لفترات معينة تستفيد من إيران أو من غيرها من الدول، وتدرك أن لإيران مصلحة. يعني أنت بالأخير لا يمكنك أن تقول مثلا للغريق، لا، يقول الغريق يتعلق بقشة. فإذا ما يعني عرضت إيران أو غيرها نوع من المساعدة للمقاومة أكيد ستقبل بها، لكن يعني نحن نقول هنا أن إيران لديها أهداف، ويعني وتسعى إلى أن تصل إلى مآربها التي من شأنها مثلا تدمير دول وما إلى ذلك. يعني ليست إيران يعني تريد مثلا مقاومة الكيان الصهيوني حتى إنهائه. نعم، هي تدرك أن ما تعطيه للمقاومة الفلسطينية شيء قليل، بينما ما تحصل عليه من السمعة التي تتبناها والدور، ومجرد مثلا تصريح يقوم بشكره أحد المقاومون لإيران مثلا تقديمها السلاح، السمعة والصيت الذي ستكسبه إيران أكبر بكثير مما تقدمه. هذا معروف ويعرفه الجميع. أما أنه نأتي ونتهم مثلا أنه يعني المقاومة تعجلت وأدى ذلك إلى إباده شعب غزة، وكأن الكيان الصهيوني 75 عام يوزع على الفلسطينيين الورود حتى جاءت هذه العملية فبدأ يحاربهم. الكيان الصهيوني يبيد الشعب الفلسطيني منذ يعني 75 عام، ولا يمكن لأي شخص ولأي حر أن يطالب شعب متعرض للاحتلال وللإبادة أن يسكت أو أن لا يقاوم حتى لا يباد. هو أصلا معرض للإبادة، فليس نعم. أمامه ما طريق ما الذي بيدنا حتى يعني أستفيد من بقية الوقت ختاما، يعني ما الذي بيد يفترض أن يقدم لغزة في ظل هذه الإبادة، وخاصة في الآونة الأخيرة يتضح أن هناك هجوم أشرس وأن هناك إرادة حقيقية لإبادة من يسكنون في غزة؟ أولا يعني يجب على الأمة وعلى الدول العربية بالذات أن يكون لها موقف حقيقي وليس موقف خجل، لأن المواقف التي رأيناها اليوم خجولة، وكأنهم يستحون من أن ينطقوا يعني بما يحصل. ننتظر مثلا من الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني أن تجمد علاقاتها الدبلوماسية، ننتظر من الدول العربية أن يكون لها موقف تجاه الدول التي تقوم بدعم الكيان الصهيوني، لأن من يبات في غزة هم شعب عربي ومسلم. وإذا استطاعت إسرائيل لا قدر الله مثلا أن تجتاح الكيان، فإن هدفها المقبل ستكون إحدى الدول العربية. فيجب أن على كثير من الدول العربية، السعودية، مصر وغيرها، أن يكون لها موقف حقيقي. وإلا فسنرى أنه نكبة 48 كانت صحيح نكبة على الفلسطينيين، لكنها بعدها كانت نكبة على الأنظمة العربية في وقتها. فرأينا الانقلابات العسكرية والثورات. نعم، فقدنا الاتصال بك أستاذ رضوان الخطابي. شكرا جزيلا لك. عاد أستاذ رضوان، نعم، حتى تكمل ما أردت الحديث به، تفضل. سنرى النكبة هذه أيضا على الأنظمة كما رأيناها بعد 48 وبعد 67، فكل نكسة ونكبة تحدث داخل فلسطين ستلحقها نكبة ونكسة على الأنظمة الحكومية داخل الدول العربية إذا لم تتخذ موقف حقيقي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. نعم، إذا شكرا جزيلا لك رضوان الخطابي الباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب. الشكر الجزيل لك أيضا أستاذ وجدان عبد الرحمن الباحث المختص في الشأن الإيراني، كنت معنا أيضا عبر سكايب. والشكر الجزيل لك دكتور ناصر الطويل. أنا أريد أن أتكلم قبل ما نكمل، يعني ما هو مطلوب منا في هذه المرحلة. نعم. أولا مغادرة الخطاب الصهيوني اللي سمعته قبل قليل، هذا خطاب صهيوني الذي يتهم المقاومة ويعرض بالمقاومة، ينبغي أن ربما هي وجهة هذا خطاب هو الذي نسمع، وهذا الأمة لا تقبله. يعني ثانيا، يعني الآن وقت الاحتشاد، يعني وقت الاحتشاد خلف المقاومة،
دعونا من إيران، دعونا من حزب الله، دعونا الآن دور العلماء، الآن دور المواطنين، الآن دور الشعوب، يعني لا ننتظر أنه نتجاذب مع يعني فليغيب نعم بقي ما فقط يعني 20 ثانية حتى أعطي حق الرد. تفضل أستاذ وجدان، يعني إذا سمحت 20 ثانية، يعني لا يوجد لدي الكثير من الوقت. تفضل. مع القضية الفلسطينية، ونحن ليس مع الصهيونية على الإطلاق، وندعم حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه، وهذا هو الأهم، يعني أن نكون جميعا مع القضية الفلسطينية وحق لكن سياسة حماس والجهاد الإسلامية هي من مزقة القضية الفلسطينية. نعم، مع احترامي لرأيك أستاذ وجدان، ولكن الجميع يعلم ما الذي قدمته حماس في هذه الفترة، وما الذي يعني استطاعت المقاومة أن تفعله في الكيان الصهيوني يعني حتى اللحظة. أنا أتمنى أن القناة في مثل هذا الظرف الذي ينهار فيه تسفك فيه دماء المناضلين والمقاومين ألا يستضاف الخطاب الصهيوني في هذه القناة. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الأعزاء، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.